نقدم نداء باسم المرصد لكل المتطوعين والجمعيات للحفاظ على سلامة المتطوعين. نترحموا على الشاب من الهلال الأحمر الجزائري من المتطوعين في ولاية شلف، ونترحموا على أخوتنا أيضا من ولاية عنابة اللي يعني توفى وربي يرحمهم، يؤديوا في واجب كبير جدا، إفطار الصائم في شهر رمضان. هذه أيضا بمقدر ما نترحموا عليهم وندعو لهم ربي سبحانه أن يجعلهم من أهل الجنة، ونقدموا المواساة لعائلاتهم والتعازي، قدر ما أيضا هي رسالة للشباب تاعنا باش يحافظوا على السلامة تاعهم وعلى سلامة المتطوعين في هذا الشهر.